اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى وصلى الله على سيد المرسلين محمد بن أبي عبد الله الصادق الأمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اسمه الشريف علي وهو ثالث العليين الأربعة بين الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، وكنيته أبو محمد وأبو الحسن، وأشهر ألقابه عليه السلام الرضا والصابر والرضي والوفي والفاضل، وأشهرها الرضا، ويقال أنما لقب بالرضا لأنه عليه السلام وقع موقع الرضا والقبول من قبل عامة الناس وكافة الطبقات والفئات، واعترف به الجميع كولي للعهد بعد أبيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وقد ذكره بهذا اللقب جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد في الأحاديث التي عدد فيها الأئمة الشرعيين من بعده، ولم يزل الأئمة الثلاثة من بعده الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام يعرف كل واحد منهم بابن الرضا، وأما نسبه الشريف فأبوه الإمام موسى الكاظم ابن عم النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، أم ولد فاضلة جليلة من أهل المغرب، وقيل اسمها سكن، وقيل أروى، وقيل نجمة، وقيل تكتم، وقيل خيزران، وقيل صقر، وقيل شقر، وتكنى بأم البنين، وكانت من أفضل النساء في عقلها ودينها. ولما ولدت الرضا عليه السلام سماها الإمام الكاظم عليه السلام بالطاهرة، وأشهر أسمائها تكتم، وبه ذكرها الشعراء الذين مدحوا الإمام الرضا عليه السلام، ومنهم الشاعر الذي أجاد بهذه الأبيات: لا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتمه. وقد روى الصدوق في الأمالي والعيون عن حميد المصفات قالت: إن تكتم ما جلست بين يديها، ما جلست بين يديها منذ أن ملكتها إجلالا لها. فقالت لابنها موسى عليه السلام: يا بني إن تكتم جارية ما رأيت قط أفضل منها، ولست أشك إن الله تعالى سيظهر نسلها إن كان لها نسل،
وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا. فلما ولدت له الرضا سماها الطاهرة. قال: وكان الرضا عليه السلام يرتضع كثيرا وكان تام الخلق. فقالت أمه: وعينوني بمرضعة. فقيل لها: أنا قصاد الركى. قالت: لا والله، ولكن عليا ورد من صلاتي وتسبيحي، وقد نقص منذ ولدت بولدي أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، الأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وروي أيضا عن علي بن ميثم قال: لما اشترت حميدة أم موسى ابن جعفر نجمة أم الرضا، ذكرت حميدة أنها رأت النبي محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد وآل محمد، في المنام يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى عليه السلام، فإنه سيلد له منها خير أهل الأرض. تقول: فوهبتها له. فلما ولدت له الرضا عليه السلام سماها الطاهرة، إضافة إلى أسمائها أروى وسكن وسمان وتكتم، وهو آخر أساميها. وكانت بكر لما اشترتها حميدة. وروي عن هشام بن أحمد قال: قال لي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: هل علمت أن أحدا من بلاد المغرب قد قدم إلينا؟ قلت: لا. قال: بلى، لقد قدم رجل، فدعنا ننطلق إليه. فركبت معه حتى وصلنا إلى الرجل، فإذا هو من أهل المغرب ومعه رقيق. فقال له الإمام: اعرض علينا ما عندك. فعرض علينا تسع جواري، تسع جواري، وكان واحدة يراها، وكل واحدة يراها الإمام عليه السلام يقول: لا حاجة لي فيها. ثم قال له: أعرض علينا ما عندك كله. قال: ما عندي شيء. قال الإمام عليه السلام: بلى، أعرض ما عندك. قال: والله ما عندي إلا جارية مريضة. فقال له: ما عليك أن تعرضها علي. فأبى الرجل وامتنع عليه. ثم انصرف الإمام عليه السلام يقول هشام. ثم أن الإمام عليه السلام أرسلني في اليوم الثاني إلى الرجل وقال لي: قل له كم غايتك فيها، فإذا قال لك ما يريد فادفع له ما طلب. قال: فأتيته وعرضت عليه ما عندي، فقال: إني ما أنقصها عن كذا 1000 دينار. قلت: وأنا قبلت. فقال: خذها هي لك، ولكن قل لي من هو الرجل الذي
معك بالأمس أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. هو رجل وهو رجل من بني هاشم، فقال لي من أي بني هاشم؟ فقلت ما عندي أكثر من هذا، فقال أخبرك عن هذه الوصيفة، إن اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت لي ما هذه الوصيفة التي معك؟ فقلت اشتريتها لنفسي. قالت ما ينبغي أن تكون هذه عندك، بل ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فما تلبث عنده إلا قليلا حتى تلد له غلاما يدين له شرق الأرض وغربها. قال فأتيته بها فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى ولدت له عليا عليه السلام. وفي الشاعر يقول أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول، يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صام صلى الله على محمد وآل محمد. هو ابن من دنا إلى أدناه، ما كذب الفؤاد دما رآه، وهو لذلك الفؤاد ثمره، فهو لذلك الفؤاد ثمرا، فأين منه الطور؟ أين الشجرة؟ يمثل النبي في أخلاقه، فإنه النابت من أعراقه، له كرامات ومكرمات في صفحات الدهر بينات، شهود صدق لسمو ذاته، كأنه النبي في صفاته، وذكره تحيا به القلوب وتنجلي بذكره الكروب. فمن يضاهي شرفا وجاها روح محمدا، فمن يضاهي شرفا وجاها روح محمد وقلب طه، به تجلت لأولي الأبصار حقائق الأسرار والأنوار، كلامه هدى لمن به اهتدى، وقوله فضل على من اعتدى، علي الرضا سليل المرتضى، ومن بكفه مقاليد القضاء.
عقل العقول في علو المرتبة، نفس نفس الرسول في سمو المنقبة، أصل الوصول فهو أسمى شجرة، فرع البتول فهو زكاة ثمرة. ترى الملوك سجدا ببابه، فالعز كل العز في أعتابه. أما عن معجزاته وبراهينه فله معجزات وبراهين لا تحصى ولا تستقصى. وكان عليه السلام قد عاش مع أبيه موسى الكاظم عليه السلام 35 سنة، وعاش بعد أبيه مدة إمامته. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلوات صلى على محمد علي بن أبي طالب. فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. ساعة الولادة روى ابن شهر أشوب في المناقب بسند صحيح عن حكيمة بنت الإمام الرضا عليه السلام وأخت الإمام الجواد عليهم السلام، قالت: لما حضرت خيزران الولادة دعاني أبي الرضا عليه السلام، هذه الولادة هنا، هذه صحة هنا، لا خلاص بس. وقال: يا حكيمة أحضري ولادتها. فأدخلني والقابلة وهي، وأغلق الباب ووضع لنا مصباحا. فلما اشتد عليها الطلق أطفأ المصباح، فاغتميت لطفء المصباح. وكان بين يديها طشت، فبينما نحن كذلك إذا أخذتني فترة وأخذتها فترة، إذ بذر أبو جعفر في الطشت. أفضل الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، كملوا انتم، الحسين بن علي، الأئمة المعصومين. Thank you.
والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، لأئمة المعصومين. ساعة الولادة، أما عن مولده سلام الله عليه فإنه قد ولد في المدينة المنورة، وكان ذلك في يوم الخميس الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام، وله تواريخ أخرى مختلفة حسب اختلاف الروايات، ولكن ما ذكرناه هو الأشهر. وعن ميثم قال: سمعت أمي تقول أنها قد سمعت نجمة أم الرضا تقول: لما حملت بابني علي عليه السلام لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا وتمجيدا من بطني، فيفزعني ذلك ويهولني، فإذا انتبه لم أسمع شيئا، وهذا حالها حتى انتهت فترة الحمل وقربت ساعة الوضع وجاءها المخاض، وكان من حولها بعض النسوة، وهي مع ذلك لم تشعر بألم ولم تحس بوجاع. تقول إحدى النسوة: فأخذتني فترة وأخذتها فترة، تقول نجمة: فوضعت بولدي عليا عليه السلام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، مولد ضامن الجنة كل موالي يتغنى، مولد ضامن الجنة كل موالي يتغنى، علي علي قلبي حظى، علي علي بحب الرضا، علي علي قلبي حظى، علي علي بحب الرضا، مولد ضاء من الجنة كل موالي يتغنى، مولد ضاء من الجنة كل موالي يتغنى، علي علي قلبي حظى، علي علي بحب الرضا، علي علي قلبي حظى، علي علي بحب الرضا، الليلة مو مولد أشوف الليلة عيد، الهذا يترقب لقلبي من بعيد، وانت يا موالي اسألك
شل تريد اطلب الفي قلبك وخلك سعيد لهذا المحفل تعنه اطلب حاجتك منه لهذا المحفل تعنه اطلب حاجتك منه علي علي قلبي حاضة علي علي بحب الرضا علي علي قلبي حاضة علي علي لا تظن انك بهالفرحة وحيد تنشد بحب الرضا احلى قصيد نظرة بس من حالك تشوف العديد تشارك بكل جلوة وياك ونشيد كل هالليلة تتمنى بهاي الفرحة تتهنى كل هالليلة تتمنى بهاي الفرحة تتهنى علي علي قلبي حاضة علي علي بحب الرضا علي 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 بحب الرضا الليلة طيبة تفتخر بين المدون لأنها حضنت أقدس وأطهر لدون بمولدة حضية أمر الله يكون الطاهر الماخط لبي هو لا حجون لجلة تعلق الزينة ومن أنوار تتحنى لجلة تعلق الزينة ومن أنوار تتحنى علي علي قلبي حاضة علي علي بحب الرضا علي علي قلبي حاضة علي ابن موسى تفخر بوجود طوس ابن موسى اللي صبح انس النفوس ابن موسى الشمس بل شمس الشموس ابن موسى بذكرة زاح النحوس ابن موسى تفخر بوجود طوس ابن موسى اللي صبح انس النفوس ابن موسى الشمس بل شمس الشموس ابن موسى بذكرة زاح النحوس بيه نور آمنا بيده ندخل الجنة بيه نور آمنا بيده ندخل الجنة علي علي قلبي حاضة علي علي بحب الرضا علي علي قلبي حاضة علي علي بحب الرضا مولي الضامن الجنة كل موالي تغنى مولي الضامن الجنة كل موالي تغنى علي علي قلبي حاضة علي علي بحب الرضا علي علي قلبي حاضة علي علي بحب الرضا أفضل الصلاة.